أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشقي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله المولى.